متعددة، والثالث إصلاح القطاع العام. والآمال أن تتخطى الدولة التحديات وتبني قصة نجاح، فهل هذا أقرب للحقيقة أم محض خيال؟ نستضيف اليوم في حوارنا في منتدى الإعلامي الزملاء الذين اشتبكوا مع العمل العام ودائما على مقربة منه ليجيبوا على أسئلتنا وأسئلتكم حول مشروع الإصلاح السياسي والتجربة الحزبية الجديدة. العنوان: فرص الإصلاح السياسي، التجربة الحزبية الجديدة نموذجا. ستكون هناك أسئلة لكل المتحدثين الثلاث: السيد عريب الرمتاوي الكاتب الصحفي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية، والدكتور حسن البراري كاتب صحفي وأستاذ العلاقات الدولية، والسيد والزميل عمر كلاب كاتب صحفي ومقدم برامج في التلفزيون والإذاعة. أبدأ بأسئلة موحدة ونحدد لها وقت للإجابة. السؤال الأول، وسأبدأ بالأستاذ عريب: ما هي برأيكم فرص الإصلاح السياسي في الأردن؟ ما هي التحديات وما هي قصص النجاح؟ في 5 دقائق. نافذة الفرص متاحة ولكنها ضيقة، ليست واسعة. التحديات جسيمة. اللجنة الملكية خرجت ببعض المخرجات والتوصيات التي يمكن عدها في الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست كافية، وفي الحقيقة كانت محكومة بسقف معين. المبادرة بمجملها كانت محكومة بسقف معين. من جهة هناك حاجة للإصلاح، حاجة للنظام السياسي الأردني وليس للأردن فقط للإصلاح السياسي، ومن جهة ثانية ليس هناك إرادة سياسية جمعية، وهذا مصطلح ربما أستخدمه أنا شخصيا لأول مرة، وأقول جمعية بمعنى أن الدولة لا تتحرك على هذا المسار ككتلة واحدة، بدلالة أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة على الدستور أضيف عليها من لدن الحكومة ما أفرغها من مضمونها. المناخ السياسي الأمني العام، الإصلاح بده مناخ حريات، بده مناخ انفتاح. طالبنا في أول اجتماعات أن يعيرونا، سلفونا بعض الإجراءات حتى نخلق مناخ يدفع الأردنيين لاستقبال هذه المخرجات بطريقة جيدة، من بينها المعتقلين، من بينها نقابة المعلمين، نخلق مناخ انفرادي شبيه بمناخ 89 يعطي أمل وثقة بأننا أمام مرحلة جديدة. في ظني أن الإرادة الجمعية السياسية الجمعية بمعنى موقف مراكز صنع القرار الدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة ليس ناجزا بعد في هذا المجال. نقطة أخرى أريد أن أضيفها، أن فرصة الإصلاح لا توهب من أحد. الإصلاح ينتزع انتزاعا، والإصلاح هو ثمرة توازنات قوى سياسية ومجتمعية أساسية. هم 28 أسبوع في إسرائيل بالظاهر، وعيب الواحد يجيب مثال من عدوه. 28 أسبوع لهم بالظاهر ضد التعديلات القضائية. هاتوا لي قضية حركت الرأي العام الأردني 5 أسابيع مش 28 أسبوع. فيش طلب محلي على الإصلاح. هذه نقطة يجب أن تكون واضحة لدينا. فيش روافع اجتماعية وسياسية وحزبية للإصلاح. هذه نقطة ثانية يجب أيضاً أن تبقى بالذهن. والأخطر من كل هذا وذاك، إذا كان في بين الحضور ممثلين للسفارات أو مجتمع دولي، أن المجتمع الدولي المنافق لا يريد إصلاحاً ولا يريد حقوق إنسان ولا يريد ديمقراطية لا في الأردن ولا في المنطقة برمتها. وأكثر ما يهم هذا المجتمع الدولي الآن هو القضايا الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية. نحن في معمعان حرب باردة جديدة، وهم يبحثون عن حلفاء وحلفاء مستقرين بهذا المعنى. بمعنى تاريخياً الإصلاح إما أن يأتي ثمرة لحركة نهوض شعبي بتقوده قوى سياسية وحزبية أساسية وفيه روافع اجتماعية، أو بكون أيضاً تزامناً
حركة ضغوط دولية، موجة عالمية من موجات الديمقراطية المتلاحقة عالمية، لا هذه ولا تلك متوفرة حتى اللحظة. نقطة ثانية وإن شاء الله ما أكونش خلصت الخمس دقائق أو أخيرة، نقطة أخيرة، أنا بعتقد نسوة أمام هذه الكوكبة المحترمة من رجالات ونساء الأردن القول أنه 30 عام تم تفريغ النخب السياسية الأردنية، تم تجفيف المصادر المجتمعية لإنتاج النخب. تاريخياً النخب تنتج الأحزاب، النقابات المهنية، المجتمع المدني الأردني، أين هؤلاء الآن من إنتاج النخب؟ تم تفريغ كل هذه المؤسسات من قدرتها على إنتاج نخب قيادية مرموقة، بقيت الدولة وحدها مصدر إنتاج النخب، حتى النخب التي تنتجها الدولة. قارنوا بين نخب العشريات الثلاث الأخيرة أو العشريتين الأخيرتين، نخب مفرغة من السياسة، نخب تكنوقراط ومهنيين مشكوك في مهنيتهم، وبين النخب التي أنتجتها الدولة حتى زمن الأحكام العرفية، كانت نخب سياسية لها حيثيات اجتماعية، لها طابع تمثيلي إلى حد ما، هذا نحن نفتقر إليه. فمن سيقود عملية الإصلاح؟ من سيخلق الطلب على الإصلاح؟ في الحقيقة ممكن نحكي بتفاصيل كثيرة، نرجع في كثير تفاصيل، بس أنا بدي أسأل بس مرة تانية، شايف بهذا السياق اللي حكيته في أي قصص نجاح ممكن نتوقف عندها ولو يعني بنص دقيقة؟ نعم. بنص دقيقة، أنا أرى حراكا سياسيا وحزبيا أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل سنتين، وإحنا كمركز بنرصد وبنشتغل مع الأحزاب، إن 20 سنة والأحزاب تعرف من منكم موجود في هذه القاعة. أنا أرى الآن إنه في حراك، في منافسة، في مزاحمة، في تزاحم بين الأحزاب، في رغبة في التوزع، في أرى الآن إنه في حتى يعني شباب أكثر ميلا للقبول الانخراط بالأحزاب السياسية من أي مرحلة سبقت. أعتقد إنه في بعض رسائل الاطمئنان، وإن كانت تشوبها بين الحين والآخر رسائل ترويع وتخويف وغير ذلك، لكن هناك فرصة. لكن هل بالضرورة هذه الفرصة أن تتحول إلى واقع قائم معاج؟ هذا رهن، هذا بالعامل الذاتي، رهن بما نحن قادرون على فعله كأحزاب ونخب ومؤسسات مجتمع مدني وقوة طبيعية في هذا الميدان. أستاذ عمر، مرة تانية نفس السؤال، فرص الإصلاح السياسي في الأردن، التحديات، قصص النجاح، كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني شكراً للغاية، يبدو أننا سننجر دوننا رغبة منا إلى الإجابة على ما تريد، وكأننا نحتاج إلى تقييم اللحظة وليس إلى قراءة الواقع الموضوعي الذي يجب أن نعود فيه إلى الخلف. بالتالي حتى نقول هل هناك فرص لحياة حزبية في الأردن ولا ما فيش فرص لحياة حزبية؟ خلينا نقول أن ظهرت الأحزاب في الأردن بالأساس نمت على حافتين، إما الحافة الشمولية وإما حافة القضية الفلسطينية. لم يعتاد الأردن على بناء حزب محلي كما هو المطروح اليوم. الذاكرة الحزبية في الأردن قائمة على حزب، يعني يا حزب شمولي زي الحزب الشيوعي أو جماعة الإخوان المسلمين، يا أحزاب الحركة الوطنية الفلسطينية وتصنيفاتها، وبالتالي هذه أقرب كسر عشري إلى الفصائلية وليست إلى الحزبية. بالتالي أنت لما بالزمانات كنت بدك تنظم حدا تيجي تقول له تحرير فلسطين يركض معك، كيف بدك تحرر فلسطين؟ مش كيف بدك تحرر فلسطين، ما حدا قاري ورق وراك. اليوم انت مطلوب بحزب سياسي، هاي هذه القراءه اللي بدنا نبدا منها عشان نشوف هل الاحزاب قادمه وقادره على انتاج حاله محليه. هذا اللي بده يقودني الى التعليق ايضا على هل هناك طلب محلي على الاصلاح السياسي اصلا، ام ان الطلب على الاصلاح الاقتصادي وعلى الحاله الاقتصاديه. هل نجحت الأحزاب الوليدة أو المخلقة أو أحزاب الأنابيب أو الأحزاب الواقعية في أن تخلق فضاء حر طوعي قادر الناس أن تلتقي عليه وأن تدخل من خلاله؟ هذه أسئلة إذا ما قرأنا اللحظة السابقة لن نصل إلى اللحظة الحالية. بمرحلة الأحكام العرفية كان الإقبال والطلب على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أكثر من اللحظة الراهنة التي لا يوجد فيها أحكام عرفية. بالتالي اللي بتحجج بالتخويف والترهيب، مع احترامي للي قاله عريب، لا مش صحيح.
قبان الأحكام العرفية كانت الحالة السياسية وحالة الحزبية وحالة المجتمع المدني والنقابات المهنية أكثر إنتاجية وأكثر حضوراً من اللحظة الحالية، فبالتالي أنا بسقط نظرية الرعب. أنا بقول إنه المجتمع المدني كانوا الناس يقبلوا تضحيات. طبعاً المجتمع المدني والمجتمع الحزبي في الأردن تراجع ذاتياً، صدق فكرة زي الحزب الشيوعي المصري لما أجى جمال عبد الناصر حل حاله. إحنا فكرنا لما أجت الأحداث السياسية ب89 إنه الحزبية تراجعت. الحزبية لم نكن نعلم ولم تكن لدينا تجربة في معنى الحياة الحزبية، زي اليوم ما بنيجي بنحكي أخطر ما يواجه الأحزاب مثلا لما بيجي التضليل العام إنه المطلوب حزب برامج. شو حزب برامج يعني؟ الحزب حزب سياسي له برنامج. شو حزب برامج هذا؟ أنا بدي أروح الناس أقول له أنا حزب عندي برنامج للصحة، أنا حزب سياسي لدي سياستي الصحية، لدي سياستي في النقل، لدي سياستي في التعليم، وهذه سياستي في التعليم. اليوم الموسم كله حزب برامجي، بالتالي هذا خطر وهذا مأزق ستعيش الأحزاب اليوم. أيضا الأحزاب نفسها التي أدخلت نفسها في طور الكمون، بمعنى اليوم الشارع الأردني في الشهر الأخير انشغل بثلاث قضايا: العطارة، هروب المساجين، و المشاريع الاقتصادية الكبرى. أعطيني حزباً أصدر بياناً يوضح فيه موقفه من هذه القضايا. طب أنا بدي أسلمك مشروعي وبكرة بدي أروح انتخبك وأسلمك مشروعي الوطني وإنت مالك موقف من أي قضية، مش عم تطلع أي بيان، مش عم تشتبك مع الواقع. اليوم الحياة الحزبية أنا بعتقد صحيح أن عقل الدولة الرسمي لا يسكن إلى الأحزاب لسببين: إما أن هناك ذوات يخشون على نفسهم من الحياة الحزبية، لأن هذه الحياة الحزبية بكرة بدها تنتج ذخب جديدة. اليوم اللي بده يصير وزير، اللي بده يصير سفير، اللي بده يصير رئيس بلدية، اللي بده يصير نائب، عارف حاله وين بده يروح. زمان كنت أنا بعرف يا بلطي بالمطبخ السياسي الفلاني يا بناسل، يعني علاقات المطبخ وعلاقات التخت اللي كانت تحكم الحياة السياسية في الأردن. اليوم هاي العلاقة انتفت، الآن في أدوات واضحة ومعروفة للوصول. هذه النخب تخشى تشكيل نخبة جديدة، لذلك نلاحظ أن النخب القديمة هي التي سارعت إلى تشكيل الأحزاب، هي التي دورت نفسها من واحد رجعي أو يميني أو 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 وأصبح حزبي فجأة في يوم الصبح صحينا وأنه فلان حزبي، سبحانك ربي. هاي كلها أنا ضد تحميل الظرف الموضوعي. اليوم المعيقات الحقيقية للأحزاب أنا بعتقد تتلخص في ثلاث مسائل. هذا الجانب، أن هناك مستقر في عقل الدولة أن الحياة الحزبية لم يبلغ المجتمع الأردني سن الفطام، لسه المجتمع بده أوصي عليه، لسه بدري على الأحزاب، بدري على الحزبية، لسه المجتمع ما نضج. واحد أنتج أول حكومة حزبية سنة 56، للآن ما بلغناش سن الفطام في عقل جزء من السلطة، هذا موجود وحكى عنه رئيس الوزراء امبارح بمرته، قال يا أخوان في بيروقراط لسه خايف. الشغلة الثانية، أنا بتسأل اللي بيحكي عن الحزب بكرة بده يقدم ذاته، هل يسمح لمراد العضايلي مع حفظ كريم ألقابه أو لمروان الفاعوري أو لأي حزب أن يحصل على معلومة؟ بمعنى أنا بدي أبني اليوم برنامج اقتصادي، بدي أسأل شو نسبة الفقر؟ شو حدود الفقر؟ ولذلك الإصلاح السياسي، الحالة الحزبية ليست معزولة عن كل التداعيات المطلوبة. كل اللي بنحكى اليوم بجوز أنا المبسوط عليه شغلة واحدة، أننا أخيراً التفتنا أن الإصلاح السياسي هو أبو الإصلاح. بس اليوم الحزب هذا اللي بده يعمل برنامج بدك تعطيه معلومه. انا لدي سياسه نقل، مش بدي اعرف قديش الاسره الاردنيه بتنفق على النقل عشان احط برنامج، مش بدي اعرف قديش الاسره الاردنيه بتنفق على السكن عشان احط هذا غياب المعلومه اللي للان ازمه انا بعتقد معضله امام الاحزاب. القضيه الثانيه، هل لدينا توافق وطني على اولويات وطنيه؟ هل متفقين على اولويات وطنيه؟ يجي الحزب يقول والله اولويتي هون ولا هون ولا هون، ما احنا جزر معزوله، كل واحد يفكر لحاله. احنا جماعه بنشتغل شيء فريق. انا يعني هذول القضيتين واذا اللي رجع برجع. شو بدخل شوي تفضل استاذ حسن. دكتور حسن، نفس السؤال، الاصلاح راس الاصلاح السياسي، التحديات واذا كان قصص النجاح، كيف تعامل؟ شكرا جزيلا اخي نضال، وشكرا ايضا للجمهور الكريم. انا سابدا بمقاربه شوي مختلفه تتعلق بالإصلاح نفسه، يعني كيف نعرف الإصلاح؟ الإصلاح يعني شيئاً مختلفاً لمجموعات مختلفة ولما يسميهم stakeholders، بمعنى أصحاب الشأن المهتمين. أصحاب المصلحة بالضبط.
فمثلا أعطي مثال الإصلاح لرجالات الدولة الذين استفادوا من قيام الديمقراطية والذين استفادوا من التحالف القائم الذي حكم البلد في كل هذه السنوات. يعني الإصلاح يعني هو عبارة عن preemptive measures، هو إجراء استباقي من أجل الحفاظ على مكتسباتهم وإعادة تموضعهم في السيستم في هذا النظام. هذا وهم يطالبون بالإصلاح. أنا لم أرى يعني أردنيا واحدا يقول أنه ضد الإصلاح. أنا سأنطلق من الإصلاح الذي تحدث عنه جلالة الملك، وأنا أتفق مع كل كلمة قالها الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية. إذا كان هذا هو الإصلاح، يعني الانتقال الديمقراطي إلى ملكية دستورية وإلى حكومات برلمانية منتخبة تمثيلية، إذا كان هذا هو الإصلاح فنحن بعيدين جدا عن هذا الهدف، مع أن هناك مسار تم تدشينه وفي يعني في بعض القضايا مضيئة فيه، لكنها كما قال الأستاذ عريب ليست كافية. يعني هناك أيضا ما زالت الدولة الأردنية لم تحسم هذا الأمر. الدولة الأردنية نعرف بأنها في جوارها رجعية، هي لا تريد أن تفتح موضوع الإصلاح على مصراعيه تحت ذرائع مختلفة، وربما أيضا هناك اعتبارات موضوعية يجب أن تخذ بعين الاعتبار. فبالتالي سأقارب هذا الموضوع من أربع زوايا أو أربع مستويات مختلفة. المستوى الأول هو المستوى الرسمي، ثم المستوى الشعبي، ثم العامل الخارجي، ثم المجتمع المدني ذات الحساب. لو بدأت بالمستوى الشعبي، أنا لأن كثير حاب المستوى الشعبي لأنه هو الذي كان يضغط، وكان يضغط بسبب الحاجة الاقتصادية وبسبب انعدام الثقة في مؤسسات الدولة التي تحكم، وبسبب تشجيع جلالة الملك عندما زارني في الجامعة فقال أنت تضغط من تحت وأنا أضغط من فوق، ثم فقعوا الشباب طلعوا وجدوا بأنه لا، هذا الكلام ربما يعني لا تتفق عليه الدول الأردنية. على المستوى الشعبي في دائما نتحدث أن هناك فجوة في الثقة بين من يحكم وبين الناس اللي هي المؤسسات الحاكمة، لكن أيضا في فجوة ثقة أفقية بدأنا نلاحظها في الفترة الأخيرة بدليل أن استطلاعات الرأي العرب باروميتر تحدث أيضا عن هذه القضية وتحدث عن أرقام نسبة الذين راضين عن وجود أحزاب فقط 7% في المجتمع الأردني، وهذه مشكلة إيمج. 7% فقط راضين عن فكرة الأحزاب. أنا لا أتحدث عن الانتساب والمفهوم، فهذه مشكلة إيمج، بمعنى أن هذه الأحزاب طبعا يشاركها المجتمع المدني أيضا. أنا لم أجد دراسات تتحدث عن المجتمع المدني الذي هو بعكس المجتمع المدني في أوروبا الشرقية الذي كان يهدف إلى إسقاط الأنظمة. هذا المجتمع يهدف، المجتمع المدني يهدف إلى تثبيت معادلة معينة يستفيد منها ويستفيد النظام الحاكم وبتوقف. فهذا ثابت. لا، مستوى الثقة الشعبية الثقة الأفقية معدومة عند الناس، لا يثق في الحكومة ولا يثق في البرلمان ولا يثق في الأحزاب. يعني والمفارقة أن نسبة الرضا والثقة في الأجهزة الأمنية تتجاوز 90%، وفي البرلمان لا تتجاوز 14%، وفي الأحزاب 7%، والحكومة أكثر من البرلمان بالمناسبة نسبة الرضا عنها ونسبة الثقة فيها. أي ما هي مشكلة أيضا، ربما هي عندما تحدث الأستاذ عمر عن موضوع الحاضنة أو الانفايرمنت بمعنى البيئة السياسية، هي البيئة السياسية فيها انعدام ثقة، يعني لا أحد يثق بالآخر بهذا المعنى. المستوى الثاني ثم أعود إلى المستوى المحلي والمستوى الدولي. طيب دقيقتين راح أخلص. إذا كما قال عريوان اتفق في عند الأمريكان تحديدا في ما يسمى بالشورت تيرم انترست اللي هي المصالح قصيرة المدى في الاستقرار، مصالحهم اللونج تيرم في الديمقراطيه مؤجله الى ان يتم يعني يتم حل مشاكل هذه المنطقه، وواضح تماما انه ما في حل لا للقضيه الفلسطينيه ولا لقضيه العراق ولا لسوريا ولا لكل هذه الاشياء. فالامريكان تحديدا معنيين في مساله الاستقرار، يعني لانه في عندهم استراتيجيه البيفت تو ذا ايست علشان كل هذه الريسورسز ينقلوها ويحافظوا على اداره هذا المكان لصالحهم. من هنا يتحالفوا مع نفس الانظمه القائمه، وبالتالي ولا يتحالفوا مع الجهات أو المطالب الشعبية. يعني لا نجد أن هناك تحالف ما بين القوى الشعبية والأحزاب السياسية وبين عامل خارجي ضاغط على الأنظمة في هذه المنطقة. وبالتالي يعني المجتمع المدني بهذا المعنى والأحزاب والجماعات التي تطالب بالإصلاح هي يعني ما في لها ركيزة خارجية كما جرى في الثورة المصرية مثلا أو حتى في الثورة التونسية. نعود إلى اللي هو بيت القصيد اللي هو الدولة الأردنية. هل هناك إرادة سياسية؟ سماها أنا أول مرة أسمع باسم إرادة الجامعة، لكن هي إرادة واحدة لا يمكن أن تتجزأ. أنا أسمع خطاباً من جلالة الملك وهو خطاب تقدمي يتحدث عن
ملكية دستورية تحدث عن انتقال ديمقراطي، حكومة برلمانية منتخبة، لكن أيضا القوانين التي وضعت سواء مخرجات اللجنة، ويريد ضلك على مخرجات اللجنة أيضا تم تقزيمها بالتعديلات التي أدخلت الحكومة. وأنا أسأل نفسي كمراقبة، هل هذه التعديلات يعني إيه بمعنى أنه نوع من الإبداع عند الحكومة، أم أن هناك يعني دبر في ليل بمعنى أن هناك توافق على هذه القضية، فبالتالي المنتج بشكل عام هو لا 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 يقربنا من الهدف المعلن، الهدف اللي أعلنه جلالة الملك. لك وقف؟ طيب. التجربة الحزبية ليست عارضة وطارئة في الأردن. الجميع بيتذكر في بدايات تشكيل الدولة وتأثرها في الصراعات الدولية والتجاذبات الداخلية، والجدل المستمر حول الحكومة الوطنية للرئيس سليمان نابلسي اللي جاب سيرة الأستاذ عمر، ثم مشوار من الركود في الأحزاب السرية خلال أحكام رفيق، مروراً إلى 13 بعد ذلك خلال ما بعد عودة الحياة البرلمانية، وعودة الحياة الآن انتهاكاً بالحراك الحزبي الجديد بعد تعديل قانون الأحزاب الأخرى. السؤال: كيف تنظروا لحراك بناء الأحزاب الجديدة؟ هل تستبشرون أن الدولة سيكون لديها أحزاب برامجية قوية متماسكة تستطيع أن تقود الحياة السياسية والعامة، أم أن ما يحدث ليس أكثر من هندسة تصنعها الدولة، وأن هذا القطار لن يصل بنا إلى حكومات حزبية؟ وهل ترون أن هناك إرادة سياسية ناجزة تعمل على أن تكون الأحزاب مستقلة دون تدخلات؟ وكيف تقيمون تجربة ترخيص الأحزاب أو تصويب أوضاعها؟ وهل كانت الهيئة المستقلة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في 4 دقائق تقصر مياه ودولار؟ في سؤال بعد إذا ذكرتهم يعني. تمام. طيب، أولاً بدي داخل صغيرة حول ضبط بعض المفاهيم. إشارة هنا مش رداً على كلامك أول، الأحزاب اليسارية والإسلامية والشيوعية والقومية، كما لو كان الأحزاب وافدة، أحزاب من برا حطت علينا بالباراشوت. أنا رأيي لا، من حق الأردنيين أن ينتجوا فكرة شيوعية وفكرة إسلامية وفكرة قومية وفكرة بعثية وفكرة كذا، وهي أحزاب أردنية وأردنية بامتياز، حتى وإن كانت مشروعياتها الأيديولوجية ذات طابع أممي. ضمن سياسة تعهير الأحزاب اللي انتشرت في الحقبة من الزمن، هذول بمدوا لبرا أجندات خارجية مش عارف أبصر شو إلى آخره، وبدنا أحزاب وطنية برامجية، حزب عنده برنامج لقطاع النقل، عنده حزب عنده برنامج للباص السريع، عنده حزب مش عارف، هاي أحزاب بائسة ولن ترى النور ولن تقوم لها قائمة. الحزب زي ما قال عمر، سياسي بامتياز، ذو خلفية فكرية بامتياز، ذو هوية اجتماعية بامتياز، يشتق من كل هذا وذاك برنامجه لكل القطاعات المختلفة وخططه لكل القطاعات المختلفة، فليست نقيصة ولا سبة أن يقال أن هذه أحزاب عقائدية أو هذه أحزاب مش نابعة من البيئة الأردنية، والشيوع الأردني من الكرك ولا من الوحدات ولا من البقعة ولا من إربد، منين جاء من البراشوت هابط على البلد يعني؟ بس هو متأثر بالفكر المارسي وحقه. وليش الأردن بده يكون استثناء؟ كل الدول العالم فيها يسار وفيها قوميين وفيها نازيين وفيها اشتراكية ديمقراطية وفيها أحزاب دينية مسيحية وإسلامية، إيش معنى إحنا مش لازم نكون عنا هيك؟ إيش معنى يعني؟ فهاي أول نقطة في الملف. الأحزاب اللي نشأت على هامش القضية الفلسطينية، ويكون عمر الأردن في قلب القضية الفلسطينية مش على هامش، طبيعي جداً أن يكون. إحنا كنا الحركة الإسلامية مع حماس كانت جسم واحد، الشيوعيين الأردنيين والشيوعيين الفلسطينيين كانوا جسم واحد لحتى الثمانينات. إحنا مش شايفين حالنا، إحنا شايفين حالنا شعب واحد في بلدين، مش شايفين حالنا شعبين في بيننا سور صين عظيم. طبيعي هذا، وهذا جزء من النشأة وهذا جزء من الاهتمام. وأنا بحزنني إذا حدا بيجي يقول شو بدنا بالموضوع الفلسطيني، خلينا نركز على قضايانا المحلية. هذا كارثة، هاي انعزالية سياسية ستقود إلى أفلح العرب.
هذا بما خاص المفاهيم. هلا بدي ارجع لاسئلتك يعني اللي نسيت معظمها انا يعني. جمال ذكى اول نقطه يعني انا بعتقد انه في نصف تقريبا اسوى نصف. هل احنا ذاهبين الى ملكيه دستوريه الى نظام سياسي انجلو ساكسوني الى ديكتاتوريه؟ يعني انا في رايي احنا بنكون بالغنا كثير يعني. حتى لو قال في الاوراق النقاشيه بدنا ملكيه دستوريه حكم، هذا يمكن بعد عمر طويل مش على جيلنا يعني، ولا على جيلي ولا على جيل الاصغر مني في هذا القاعه يعني. هذا مش وارد يعني. حتى نكون يا اخوان صدقوني انا كان بالنسبه لي انه نخطي خطوه نصير زي المغرب، بديش ابعد كثير، بديش بريطانيا، زي المغرب يعني. ها فيش مش ديمقراطيه عمرها وليست ديمقراطيه الان، وممكن لسنين طويله ما تصير ديمقراطيه، بس فيها نظام حزبي، فيها تداول سلطه، فيها برلمان فيش حدا بيدخل البرلمان بدون ما يكون عضو في حزب. يعني قلنا لهم استفيدوا من التجربه المغربيه، راحوا جابوا لنا فكره المجلس الوطني، ايش مجلس الامن الوطني من الدستور المغربي، هاي استفاده واحزاب المخزن. شايف كيف؟ طيب من يا سيدي حتى في المغرب المجلس الوطني هذا استشاري، استشاري وثلاث ارباع اعضائه منتخبين مش معينين، رئيس البرلمان ورئيس السلطه القضائيه ورئيس السلطه التشريعيه ورئيس مجلس المستشارين، وهذول كلها اجسام منتخبه. ومع ذلك قراراته استشاريه مش تنفيذيه ملزمه، هذا اللي هذا اللي استفادوه من تجربته. بالمغرب في احزاب مخزن احنا بنعرفها. في احزاب مخزن. انا ما عندي مانع يكون في احزاب مخزن هون كمان. بس ليفرج ايضا عن كل الاحزاب ولا يجري التعامل مع كل الاحزاب بنفس المعيار. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. حزب المخزن اللي بيقدر يهزم الاسلاميين في الانتخابات القادمه صحتين وعافيه. غيره غيراته يسار يسار وسط يسار اجتماعي ديمقراطي الى اخره ليكن، بس على الدوله ان تقف على مسافه واحده من الاحزاب، على الدوله بكل مؤسساتها مش الهيئه المستقله، على الدوله بكل مؤسساتها. انت انا في رايي الصوره كثير انخدشت فيما حصل في الاونه الاخيره بالذات مع الشراكه. انا رايي الصوره كل الصوره انخدشت، وانا بعتقد الان الدوله تدرك انها هدشت الصوره بهذه الطريقه بشكل او باخر. وانا ازعم وقلت واعيد الكره مره اخرى امامكم جميعا، لو لم يكن هناك حزب شراكه وانقاذ لعملنا على انشائه، ولا دعونا الدوله للعمل على انشائه، حدا بصح له حزب يجيب الحراك لعنده وينظمه ويعطيه عنوان ويقول له لا ناشئك يا بعيد؟ كيف نسوي من اجهزه الدوله في التعامل مع بعضنا؟ وفي احزاب احنا كنا بنعرف في احزاب حظيه، وفي مقاولين من تحت الباطن جايب كيف اشتغلوا في هذا الموضوع، موضوع التمكين وغير ذلك. هذا كله يا اخواننا بلدنا صغيره وضيعتنا صغيره على اللبنانيين، بنعرف بعض تنشا بشكل طبيعي. اتركوا التنافس يتحرك بهذا المعنى بدون اي اشكاليات على الصعيد، وبعد ذلك بتمشي الامور. عمر نفس الشيء ممتاز. حتى مع المشككين هي كذبة سأصدقها وهي مسرحية وسأشارك بها وسأدعمها. ليس لنا خيار للمسار نحو الغد سوى بالحياة الحزبية. قلت في المداخلة الأولى نعم ثمة عقل في السلطة، طبعا رافض هذا الحكي. أنا اليوم بكرة يجي شاب من أم الرماح ولا من مخيم الوحدات أمين عام حزب وأنه صاير مقبول، طبعا في بناء شخصي في 41 مقعد برلماني، هذول صيد ثمين وستفتح شهية راغبين كثر. هذول 41 مقعد بكرة بدهن يصيرن أكثر وبكرة بدهن يصيرن أكثر. فاليوم على الأقل لذلك عم نسمع اليوم عم بيجيك رجل أعمال أو مقاول سياسي بقول لحزب شراكة تأخذ لك ربع مليون ولا نص مليون وتحطني على القائمة رقم واحد. أيضا عملية استقطاب الأحزاب مزبوط، رجال السلطة كانوا أكثر سرعة في الاستجابة من آخرين، فلذلك سارعوا إلى الانضواء في الأحزاب، لأن الحياة القادمة الشكل القادم للترقي السياسي في الأردن هو الحزب. هذه التجربة ستصور نفسها ستسير. اليوم هذا أسرع لأنه عارف الطابق، عارف أنه في 41 مقعد بده يأخذ من الحصن. أيضا حتى كمان ما نكونش نبويين، يعني افترضني أنا مسؤول جهاز أمني، والله من عقلكم بدي أخلي الأحزاب تمشي وتتشكل وأنا قاعد أتفرج؟ شو أنا وزير أوقات ولا مؤاخذة ولا وزير أشغال؟
طبعا بدي احط ايدي وبدي احاول من هون وبدي اخلي الملف عندي مش عند الحكومه. هذا يعني خلونا نحكي عن الاردن يا اخوان مش عن غيرها. ما بترك المجال بناء امني دوله بنيت. كنا في التقييم بنقول الاردن بني على التصور الامني. اليوم افترضنا انه يعني الاجهزه بدها تتدخل. طبعا بدها تتدخل. اليوم كيف نضمن عدم التدخل او ترشيد التدخل او تجويد التدخل للوصول الى الهدف الاسمى في المرحله بانه ان ننتقل. اليوم في عندنا طور جديد في الاردن اسمه الحياه الحزبيه والمقاعد الحزبيه والبناء الحزبي. هذا سننتقل فيه من مرحله الى مرحله تمهيدا للانتقال من طور الى طور. انت الدوره الجاي بتكون لسه في ختام المرحله. الدورة الثالثة بتكون من طور إلى طور الحكومة الحزبية والحكومة البرلمانية. وهذا شو خلونا نشتغل كل مرحلة بمرحلتها. الإصلاح التدريجي اللي احنا كلنا متفقين عليه. اليوم بدك تحلم انك تنتقل تحرق مراحل، هاي بالثورات والانقلابات فيش حرق مراحل، في مراحل بدها تمشي. ولكن هذا الإطار السياسي الموجود في الأردن اليوم انا بعتقد سيصوب نفسه بنفسه وسيسير إلى فضاءات أكثر إنتاجية مما نعتقد. حسن شكرا جزيلا. شوف موضوع الأحزاب موضوع شائك في التجربة الأردنية. هنا قصص نجاح كثيرة جدا ونحن نذكر يعني لا طبعا احنا ما عايشنا قرأنا عن فترة الخمسينيات عندما شكلت حكومة حزبية حكومة المرحوم سليمان النابلسي وتم الإطاحة بها في ذلك الوقت وتم تجريم الأحزاب بمعنى تحريم الأحزاب بذرائعنا عقائدية شمولية لها إدراجات خارجية امتدادات خارجية في حين أنه في ذلك الوقت تم تمكين الإخوان المسلمين في امتداداتهم التنظيمية الخارجية. كان في يعني موقف مزدوج عند الدولة الأردنية. يعني احنا لن نعيد اختراع العجل. يعني انا اتفق مع ري واتفق مع عمر بالمناسبة، يعني ربما يبدو هذا متناقضا، لكن ما يجري الان على الساحة الأردنية انه اذا قمنا بتحليل الاحزاب وضعها بائس بشكل عام باستثناء ربما حزب واحد. البقية تعاني من اولا ضعف بنيوي، ضعف مالي، ضعف تنظيمي، وأيضاً تعاني من مسألة المصداقية، وتعاني من غياب التجربة بمعنى التجربة السياسية الفاعلة participating politics اللي إنها تدخل في الانتخابات وتنجح المرة تلو الأخرى. ما موجود إلا حزب جبهة العمل الإسلامي فقط. هذا هو الحزب الوحيد الذي يمكن أن يعني تنطبق عليه مواصفات الحزب. طيب يعني هل بالأردن نستسلم لهذا الواقع؟ هذا السؤال. أنا أشوف المسار الذي دشن بعد مخرجات اللجنة، وأنا عندي نقد كبير جدا يعني ومعلم ذلك، لكن أيضا هو في بعض النقاط المضيئة لمن الأحزاب. الحياة الحزبية هذه التي نشهدها الآن تبدو ضعيفة، لكن هي البداية. وأنا مؤمن بأن هناك بين أجنحة الدولة من يدعم هذا الحزب أو ذاك أو أحزاب المخزن أو إنتاج حالة حزبية معينة، لكن هذا أيضا سيتطور لاحقا إلى مسألة لا يمكن للدولة أن تسيطر عليها. لكن يجب أن نبدأ بهذا المسار حتى لو كان مسارا يعني بمعنى تعتقد الدولة بأنه ضمن ما يسمى في أدبية السياسية استراتيجية البقاء. يعني النظام يريد يعني من استراتيجية البقاء لدى النظام الأردني كان عيان طرد الحكومة جديدة إلى آخر. الآن لم تعود هذه تنفع. في استراتيجية جديدة من خلال آليات ضبط جديدة لهذا المجتمع. الأحزاب وفقا للتصور الرسمي تلعب هذا الدور، لكن هذه الأحزاب لن تكون يعني بمعنى أنه تقبل بها أو ديناميكية ربما تؤدي إلى أن هذه الأحزاب ستخرج عن قواعد هذا العضو ويصبح أن واقع سياسي مختلف اللي كان يحكي عنه الأستاذ عمر هو حق يعني في هذا الموضوع. لكن أيضا نعود إلى القضية الأساسية، هل بالفعل لدى الدول الأردنية رغبة في أن تكون هناك حياة حزبية؟ ما جرى مع بعض الأحزاب من تضييق أمني يعني في وقت إنه في إحنا عندنا مخرجات لنا والحديث عن مسار جديد وحالة من أو أرادوا أن يكون لدينا حالة من التفاؤل، نجد بأنه الشباب الأردنيين يتعرضون إلى مضايقات ومنعهم من الانتساب لحزب معين مثلاً. أنا لا أعرف لماذا، يعني ما هو الهرات موجود بالشارع أصلاً ومن الأفضل تأطيره كما حكى العري. مظبوط طبعاً هذا الكلام، يعني أو روحوا تحت الأرض يعني اشتغلوا ومن هون تصير مشكلة أمنية. والمشكلة الأساسية أنه ملف الأحزاب تم في نوع من الأمننة، وهذا مفهوم تاريخيا مفهوم. لكن الآن نتحدث عن حالة جديدة، نتحدث على أنه الدولة في علاقاتها الزبائنية لم تعد قادرة على إدامة ذلك، فبالتالي لابد من تمكين الناس وبالتالي لابد من أن يتحملوا مسؤولية ويمثلوا أنفسهم. هذا بحاجة إلى حياة حزبية فعلا.
ما نشهد الآن هو البداية. أنا لا أستطيع أن أتفائل كثيرا، ولكن أيضا لا أستطيع أن أتشائم. خلينا أوقف هون لأنه في ملاحظات بمعنى السوق واضح ولا مش واضح، خاصة حسن لما يحكي كل مشتيا. يعني في مجموعة أحزاب أنا بعتقد راح تطلع لها وفي أحزاب صغيرة راح تطلع بمقعد ومقعدين بشكل أو بآخر، بس هذيك الأحزاب تطلع بأربعة خمسة إلى آخره، لكن الكتلة الرئيسية اللي راح تأتي لهذه الأحزاب من خارج القواعد من الدوائر المحلية وفق نفس آليات ودوافع محركات التصويت اللي كانت في الانتخابات السابقة. بس إذا بتسمح لي نضلل من الدقيقتين ما ضلش ثلاث دقائق. شكرا. أنا بعتقد بشكل مباشر أنا بعتقد أن فكرة العتبة أسقطت النظريات السابقة التي تقول أن كل حزب سيحصل على مقعد أو غيره، لأنه العتبة اليوم ستخرج كثيرين من الحزب وبالتالي هناك أحزاب ستحصد مقاعد أعلى مما هو متوقع. لو ما كانش في عتبة كان كل المشروع الإصلاح السياسي اللي بنحكي عنه كان أنا مثلاً اللي موقف مغاير. مجرد وجود العتب اليوم حتى لو راحوا 1.5 مليون وزن المقعد 50,000 60,000 هذا راح يجيب 8 مقاعد وست مقاعد. أنا بعتقد اليوم الشراسة من سيحصد على أكثر من 3 مقاعد إلى 4 مقاعد. فلذلك لا، في أحزاب ستحصد، والعتب إذا بقي المشاركة الانتخابية. وهون ترى بالمناسبة هذا اللي كان لازم يكون مهم، هل الأحزاب السياسية قادرة على عكس قوتها على المشاركة الانتخابية؟ هو شو قوة الحزب؟ طبعا شو قوة الحزب؟ قوة الحزب في قدرته على الوصول أو وصول مريديه
ومؤيدي الى صناديق الاقتراع. هذا سؤال كبير. انا بعتقد اليوم بضوء ادوات اللعبه في الاردن، نعم، ليش احنا بنكرين انه المجتمع لسه يعني عراينا بال97 ايام ما كان جهاد المومني صحفي مش بالهيئه المستقله، حطينا عنوان مثير في انتخابات 97، الجو جميل وعشائري. الجو جميل وعشائري، ليش قاعدين نحكي؟ ما كمان في عشائر راح تنسرب الى الانتخابات لمنح اصواتها لجماعتها. ثم في حزب الدكاكيني هذا لصاحبه فلان، الحزب الفلاني لصاحبه فلان، ثم في حزب لا جرى يعني دعمه وتأطيره وبالتالي نجح في استقطاب عالي. يعني اليوم لما نحكي عن حزب فيه تقريبا 60 نائب، هذول وصلوا. بالتالي هون الصراع، انا لا اخشى على الاحزاب في اليوم الاول بعد النصر اللي هو بعد اعلان النتائج، انا الخشيه على الاحزاب في اليوم الاول لاعلان القوائم، بدك تشوف التفسخات والانشقاقات قبل الانتخابات وليس بعدها. حسن، في دراسة مهمة جدا عن الأحزاب للدكتور محمد الرمان أو معهد السياسة والمجتمع تتحدث عن الهرم المقلوب، وأنا بقول هذا تأثير مهم يساعد على فهم الحالة الحزبية، أنه في مثل خاصة الأحزاب الجديدة الهرم مقلوب فيها، يعني كلها قيادات وطامحين وأصحاب معالي وأصحاب دولة وأصحاب أعيان ونواب إلى آخره، وما في قاعدة شعبية. يعني هذا حزب في زعماء، ما فيش حزب، ما في قواعد شعبيه. بالتالي هذا انا في مداخلتي الاولى تحدثت عن الضعف البني، وانا كنت اقصد هذه النقطه على وجه التحديد، انه هذه الاحزاب ليس لها اي امتداد شعبي، ولا يمكن ان يكون لها امتداد شعبي في سنه او في بين ليله وضحاها، يعني الا اذا كان هناك بالفعل هندسه من نوع جينيوس، يعني وانا استغرب يعني استبعد هذا الكلام. لكن مره ثانيه، هو انا اجاب الزميلين عن السؤال، انا فهمت سؤالك بشكل مختلف، انه شكل المجلس شو راح يكون، الحياه السياسيه يعني جايين على موضوع شكل. طيب انا بس شو راح يصير بعد، يعني حكى عمر هلا شوف التحدي الاول معي تطلع النسبه مثلا اكثر من 20% بعمان مثلا، راح تزيد عن 30% في كل المملكه ولا شو الموضوع؟ لا هو بالنسبه للاحزاب هلا هم ضامنين ال 41 مقعد بالقانون، هلا راح يكون في عندنا 41 حزبي كحد أدنى، بالإضافة للناس اللي راح ينجحوا بالدوائر 100%. وأنا أحط عليهم كويشن مارك اللي ينجحوا بالدوائر أو بمعنى جهوي، لأنه أنا بالمنطقة لا أصوت لأنه حزبي، أصوت لأنه ابن عمي. فبالتالي فيها يعني يجب أن تقرأ بعمق القضية، ليست بمعنى أن هناك إذا إحنا انتهينا ب60 حزبي أنه والله بالفعل هناك في إقبال أردني عند الأردنيين على الأحزاب. أنا أعتقد تكون قراءة مضلة، فبالتالي راح يكون في حزبي. لكن هو السؤال، هل سيكون البرلمان أي تأثير في الحياة السياسية في قادم الأيام في ظل المناخ السياسي السائد، في ظل آليات الضبط الجديدة التي تسترت، المجلس الوطني القومي، صلاحيات الحكومة قلت، صلاحيات السلطة العليا المونارك يعني بمعنى زادت، صار في تركيز شديد. يعني المفارقة أنه كلما زاد الحديث عن الإصلاح في الأردن كلما تم تركيز السلطة بيد مجموعة قليلة جدا من الأشخاص، وهذا منافي لكل فكرة العمل الديمقراطي أو التمكين التي يتحدث عنها أيضا الملك. فبالتالي أنا يعني مش متشائم لكني متشائل من شكل المجلس. حكومة ما بعد الانتخابات، هل تعتقد أن الحكومة القادمة ستكون حزبية؟ وهل تعتقدون أن هناك حزب أغلبية أو ائتلاف أحزاب سيشكل الحكومة؟ وسيكون لدينا رئيس حكومي يمثل الكتب الحزبية الأكبر؟ أنا حسب في دقيقتين شو حسب التصور المبدئي لا طبعاً، يعني ليه؟ يعني رفعنا توصية يعني ما أخذ فيها يعني في التعديلات الدستورية إنه الملك يعين رئيس الوزراء، قلنا بعد التشاور أول ما حطين بعد إجراء مشاورات ملزمة إمنا ملتزم. التشاور مع الكتل النيابية ما مشيت. ما يعني إنه ربما إذا وصلنا لنهاية المسار 65% من المقاعد بعد دورتين انتخاب ثلاث دورات 12 سنة في إيه ممكن بعد نحكي بهذا المعنى. أما الآن مثلاً ما في بالضرورة ما ينزل في هذا المجال. لكن أنا بقول لك يعني إذا كانت الكفة راجحة نمط معين من الشخصيات والأحزاب اللي بنعرفها في الأحزاب الحديثة النشأة إلى آخره، وأنا بتوقع في بعضها ممكن نجيب 20 نائب 30 نائب الناس بحقوا حالهم إلى نائب رؤساء
الحكومة. خلص. فأنا بعتقد هذا يعني ربما يكون طموح فائض عن الحاجة سابق لأوانه بهذا المعنى. لكن ممكن الاستئناس ببعض هذه الرموز لأنها رموز الدولة، يعني ما جزء كبير منهم كانوا وزراء وكانوا مسؤولين وكانوا مدربين، وبالتالي ممكن بهذا المعنى. لكن هو السؤال، هل حد متناصر إلى 5%؟ هل هذا المسار ماشي يعني ملزم؟ هذا في موارد القانون وفي تعديلات صارت أصعب على القانون والآخرين. أنا أخشى ما أخشى أن يطلع علينا حدث بعد الانتخابات القادمة يذكرنا بأن الأردن مش لسه متجاهز للديمقراطية والأحزاب وإلى آخره، وبالتالي خلينا يا إخوان نتريث، خلونا نتريث بهذا المعنى. أنا لا أستبعد سيناريو من هذا النوع، ما بقول إنه حتمي، بس أنا لا أستبعد. وليش أنا من الأول قلت إنه الإرادة تخلق، موازين القوى تخلق، وإذا ما فيش طلب من تحت لفوق على الإصلاح، طلب قوي ما فيش إصلاح، لأنه ببساطة يعني ما يقدم على طبق يعني يسحب على نفس الطبق. عمر، في حكومة حزبية، في رئيس وزراء حزبي، شو؟ بستبعد إيش؟ ولكن على الأقل أنا بس لا أستبعد، ولكني متيقن أن التركيبة البرلمانية والتركيبة الحزبية ستنعكس على الحكومة القادمة بعد الانتخابات، وإلا سيحدث انفجار داخلي داخل معسكر السلطة، لأنه اللي راح يأسس حزب كان راح أسسته جمعية. الحزب يعني الوصول إلى السلطة، ليش عامل حزب؟ بعدين يعني ليش بنحكي أحياناً وكأن الذي يسعى إلى أن يكون رئيساً للوزراء زي كيانو الرومني كأنه إيه؟ طب من عامل حزب عشان أصير رئيس وزراء؟ من عامل حزب عشان أصير وزير؟ من عامل حزب عشان أصير رئيس بلدية؟ وليش عامل حزب؟ يعني اللي عاملين أحزاب وكأننا بنتهمهم، يا أخي هذولا بدهم وزراني، ثم العصر في الأشياء يكون بده وزير أو ما الحزب إما شريكاً بالسلطة وإما جزءاً منها. فبالتالي لا أستبعد ولا يعني أنا يعني لدي هيك الواحد بيقرأ أن العقل السياسي الأردني قد لا يمنح الأحزاب في البداية الأولى في الجولة الأولى تشكيل حكومة، ولكن لا أستبعد أن يكون ثلث الحكومة من الجسم الحزبي، يعني على الأقل نسبة حزبيين للأحزاب إنه تفضل يا حزب فلان يا حزب فلان يا حزب فلان. بس مش من التسلم؟ لا، ما هو ممنوع، لا أصلا ممنوع، أصلا دستوريا ممنوع، يا وزير يا نائب. هذا الحكي مبرر ومفهوم ومتفاهم. أنا اليوم بس عشان يعني نخلي الأحزاب تتحمس، لا يجوز أن نسب أو أن نوجه الشتيمة للأحزاب إنه الله يلعن والله بده يصير وزير، طب ليش عامل حزب؟ فكان عمل جمعية خيرية. مين حسن؟ أنا بتقديري أن رئيس الحكومة القادم سيكون من أحد الأحزاب. يعني لا أتحدث عن شخص معين، لكن أنا ربما سيكون من أحد الأحزاب. أحد الأحزاب. إذا أريد لهذه التجربة أن تسجل نجاح أو نقطة مضيئة، يجب أن يكون رئيس الحكومة القادم من أحد هذه الأحزاب. وإلا إنه المرحلة الأولى ما مشينا فيها، إذا بصير تم تعيين الرئيس الحكومة بالطريقة التقليدية الكلاسيكية، وهذول الأحزاب يعني ممكن يشاركوا بالحكومة، أنا أعتقد أن هذا محبط جدا لهذه العملية. فبالتالي من مصلحة السيستم أن يكون رئيس الحكومة القادم هو أمين عام حزب إكس ولا واي، وأنا ما في يعني تفضيل معين، لكن أنا من باب النصيحة باعتبارها رسالة قوية إلى أن الحكومة تمشي على الطريق الصحيح. رسالة من أجل المسار، من أجل إنه دائم الملك في كل كتب التكليف السامي يتحدث عن ضرورة استعادة ثقة المواطن بهذه المؤسسة، فهذا جزء من استعادة الثقة بأنه في ديليفري، إنه نحن وعدنا كدولة وهاي في عنا رئيس حكومة من أحد الأحزاب، لماذا تستنكفون؟ لماذا لا تشاركون؟ لماذا هذه السلبية أو الواقعية السلبية كما تسمى؟ هذا السؤال بمعنى ينقل الكرة إلى مرمى المجتمع الأوسع، وهذا ربما رسالة أيضا تؤدي إلى أن الأحزاب بدل ما تصير دكاكين لا تصير تتوحد في ضمن تيارات أكبر وأقوى، والحزب يجب أن يكون سوبر ماركت، ما لازم يكون يفكر بنفس الطريقة، يعني يكون فيه آراء وفصائل الحزب لتكوينته فاكشنال. يعني الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية في 3 فاكشنز، أحزاب غرب النهر للأسف يعني الإسرائيليين كلها فاكشنال، وهذا مصدر قوة للحزب، لكن أنت لا تستطيع أن تجمع الحزب على رأي رجل واحد لأنه هذا شيء شمولي، وبالتالي هذا يعزز الاستبداد الحزبي. فبالتالي قضية مهمة، أنا بتقديري أن رئيس الحكومة القادم سيكون. أسأل السؤال الأخير عندك الآن، الأحزاب حتى تنمو بدها مساحة من الحريات، هل شايف أن الجو العام يساعد يعني
عمل حزبي واستقطاب وشغل مش بده حقوق وحريات ومساحات، خاصة في ظل اليوم احنا عم نتطلع على قانون الجرائم الإلكترونية. بدليل أنا أعتقد إنه في حرية كاملة عند الأردنيين بالرغم من الطبيعة بالرغم من القانون، الأردنيون يتحدون ذلك بدليل ما نمارسه نحن من حرية الكلام وحرية التعبير، نطلع على الإعلام، نطلع على الفضائيات، على الفيسبوك، على تويتر، وهناك أيضا يجتمعون رغما عن الدولة، حتى لو عارضت الدولة يجتمعون في نوع من لا أسميه الإفلات، في نوع من إصرار الأردنيين على أن يمارسوا حقوقهم بالحرية. هل القوانين نظام القانون اليوم اللي نشروه هذا مقيد؟ هذا واضح تماما، هذا لا يساعد ولا ينسجم مع الخطاب الرسمي بأنه إحنا سننتقل إلى مرحلة جديدة. إحنا خطوة إلى الخلف من حيث التشريعات، لكن من حيث الممارسة الشعبية أنا بتقديري هي تعبر عن حالة من الحرية. أنا بعتقد الكرة في ملعب الأحزاب، وأنا قلق من هذه النقطة تحديدا، أن ليس لدى الأحزاب بضاعة تقدمها إلى الجمهور فتحث المطالبين أو تعمق وترفع من مستوى الطلب المحلي على الحياة الحزبية. الكرة في ملعب الأحزاب، ما الشارع الأردني جاهز، ولكن أنا ضربت ثلاث أمثلة، قلت لك قبل يعني خلال الشهر الحالي ثلاث قضايا شغلت بال الأردنيين. مين الحزب اللي طلع حكى؟ مين الحزب اللي تصدى؟ هاي مشكلة. حزب واحد لا يكفي، يا اليوم 28 حزب، واحد من 28 يعني 4%، أقل من 4% مراد بيك. اليوم إذا بده يظل الناس تسولف إنه والله الحياة، أنا بعتقد الشارع الأردني جاهز. روح اقعد بالجامعات، روح اقعد بين الشباب وتسمع مستوى خطاب، أنت بتستحي من حالك بتقول أنا وين والدنيا وين. إذا الأحزاب جاهزة، أنا بعتقد الشارع جاهز لتلقوا أي حياة حزبية معتدلة ومحترمة. يعني هي المفارقة إنه إحنا نتقدم نظرياً في موضوع الإطلاع، في مؤشراتنا على يعني وضع مكانتنا على مختلف المؤشرات الدولية لحرية الصحافة والرأي والتعبير ومستوى التطور الديمقراطي في البرازيل، وهذا أنت تعرفه جيداً في هذا المجال. أنا اللي بدي أقوله بالحقيقة إنه هاي الظواهر اللي حكي عنها حتى من الظواهر الصحية الصحية، بمعنى إنه في تحدي لهذه القيود، لكن هذا لا يبعث بالذات لا يكفي لأن يبعد يعني برسائل منا. النقطة الثانية اللي بدي أحكيها أنا وأختم فيها، يعني وصار نقاش حولها مع أحدهم يعني في اللجنة الملكية، إنه يعني الأحزاب متجذبة، أحزاب ما عندهاش رؤية، أحزاب ما عندهاش ما تقول من دخلك لما بيجي رئيس الحكومة نظام قلب الله، يعني شو رده؟ شو البضاعة اللي جاي يعرضها علينا؟ شو البضاعة اللي جاي يعرضها علينا؟ بعدين الشغلة الثانية، طبعا الآن السياسة الأمنية السياسة الاقتصادية عابرة للحكومات، شو ضل؟ احنا لما عملنا الخطة الاقتصادية قلنا هي عابرة للحكومات، إذا الاقتصاد والسياسة الخارجية والسياسة الأمنية والدفاعية كلها برا الدول الرابعة، فساعتها لا يا سيدي أي حدا من الاقتصاد رئيس وزراء بشكل عام. نبدأ أرجوكم السؤال أو الملاحظة في دقيقة، خلينا نعطي أكثر حتى معك أحسن بيتك. صحيح. عشان نجعل حوارا مثمرا. الذين يسعون المكاسب وهم بالتأكيد مش قادمين لتقديم أي تضحيات. المشكلة الأخرى في إعداد النخب، هناك نخب لكن هاي النخب مفصلة تفصيل، لا يسمح للنخب الحقيقية بالعمل، وأي شخص يقوم بالعمل يعاقب وهو جاهز للعقاب أو العقاب جاهز له. لذلك هذا كله بيودينا لنتيجة واحدة، هي مشكلة الثقة. كيف بدنا نستعيد الثقة؟ بدون نخب، بدون أشخاص قادرين للتضحية، وبدون أشخاص قادرين للعمل، كيف بدنا نستعيد الثقة؟ أستاذ مراد، التقنيات العامة ونتأكد عليها إن شاء الله، وهذه القصة بدونها لا يمكن تنجح حياة حزبية، بلا بالتدخل ولا مهندس ولا الحرية، أن الأحزاب بيئتها وماءها الذي تنشأ فيه والحرية العامة. والقضية الثانية التحدي الآخر والمهم هو الانتخابات القادمة. إذا الشعب الأردني شم من بداية الأشهر الأولى من قبيل الانتخابات أن الدول ناوي على النزاهة، راح تشوف النسبة راح ترتفع والمشاركة راح تزيد وراح تشوف في حياة حزبية. وإذا شاف القادمة بشكل الضغوطات والتدخلات والهندسة للانتخابات، هندسة الأحزاب خلصنا، طب هندسة كمان الانتخابات، اترك الانتخابات.
كمان خلي الناس تفحص وين خياراتها باتجاه الاحزاب التي سواء انتصرتها او اللي هي موجوده على الساحه الاردنيه. لكن انا اقول اليوم ان الحقيقه القانون الذي قدم هو اعلان احكام عرفيه، قانون الجرائم الالكترونيه اليوم هو اعلان احكام عرفيه قبيل انتخابات 2024. هذا قانون مسيء والان يراد اغلاق افواه الناس قبيل الانتخابات. هذا القانون اسحبوا لانه عيب ومعيب على الدوله الاردنيه وينهي حاله التجربه السياسيه عندما تبدا تسكت الناس قبيل انتخابات مهمه عشريه مطلوب فيها الحكي. انت لما بتزرع العقوبه على الخطا يصل الى ضعفي دية تطبيق خطا يا ابن الحلال، ضعفي دية تطبيق. يعني شكرا للمتحدثين، يعني ما اؤكد عليه خلال الممارسه العقليه على مدى عقود من الزمن عندما لم يكن هناك احزاب وعندما كانت النقابات مثل كل نقيب كنا نمارس الحريه في ايام الاحكام العرفيه وعندما كنا نصدر البيانات كان رئيس الوزراء يستقبلنا في مكتب ان الان اللي بيحكي هو على السجن. ولذلك يعني اعلان الاحكام العرفيه اللي حكى عنه الاستاذ مراد بالقانون هذا الجديد تبع الالكترونيه هو موجود للاسف نحن شعورنا انه فعلا انقضى ولذلك البعد الثاني ذهب انه اللي انضروا للعمل الحزبي هم اللي كانوا ضد العمل الحزبي على مدى عقود من السنه وبالتالي وكانه خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام وراك بالزمن طويل ما فيش فائده يعني طبيعي هذا يشكر بشكل تحدي وانا مع انه هذه قضيه نظريه وستفرض على الاحزاب من اجل ان تحقق وجودها وظهورها وانا بعضهم من كل ما موجود هناك في الاحزاب حقيقه قوه وشخصيات تريد التناغم وتريد ان تصل السلطه وهو حقها لانه هذا تعريف احنا بدنا نصل للسلطه حتى نستطيع ان ننفذ البرامج اللي احنا بنفكر فيها واللي تقتضي ذلك المشاكل. شكرا يا سيدي. بعدين بدي اطلع صور الشيخ الاسد التعليقات صح ولا لا؟ محمد الزيود حزب المستقبل الحياه الاردني يعني الكلام جميل تفضلوا فيه الاخوان ولكن السؤال كالتالي الا تعتقد الاخوه خلال جميعا ان احزاب المخزن وعجبني مصطلح احزاب المخزن انها ستتعرض الى ثلاث انفجارات متتاليه. الانفجار الاول عند تشكيل القوائم ستنفجر هذه القوائم على ترتيب داخلها للقوائم. الانفجار الثاني الذي تتعرض له هذه الاحزاب الا وهو استرضاء الناس التي ابعدوهم واخرجوهم من القوائم لانهم سيعيدونهم لمناصب والى اخره. الانفجار الثالث الصراع فيما بين هذه الاحزاب الثلاث او هي ثلاث او اربعه اعتقد ستتصارع على السلطه فيما بينها وعلى استرضاء الناس المنخرطين داخل هذه الاحزاب. وللعلم اعداد الاشخاص حملت الشهادات الاكاديميه عددهم كبير جدا وبالتالي هل الدوله تكفي لاسترضاء هذه الاحزاب الثلاث؟ السؤال الاخير وهو بثواني للاخ حسن براري، اتعتقد ان اخذ رئيس وزراء من هذه الاحزاب المعنيه ويكون عمره الحزب ست اشهر هو بارقه امل؟ شكرا. على خير ان شاء الله. الله يسلمك استاذ عبد الحميد عليمان كمربط السياسي والمسؤول السياسي لحزب الديمقراطي الاجتماعي. يعني نسبة كبيرة من أعضاء لجنة التحديث عن الحديث وتوضيح المخرجات التي خرجوا فيها إلا من حصل على موقع أو منصب استمر بها دور الدكتور حسن وهو دكتور الجامعة المدنية ودكتوراه علوم سياسية والأمين صرف نقابة الصيادلة كمان خرج من اللجنة ولكن لم يتبرع من اللجنة وبقي يدافع عن المخرجات الإيجابية في اللجنة. النقطة الثانية اللي بتحكي فيها موضوع الأحزاب وتشكيل الأحزاب، الحكي كله كان بداية المبلغ عن الحكومة ودور الحكومة وكل ما اتفق على أكيد الحكومة ما راح تقدم على طبق الذهب أو السلطة للأحزاب وللمجلس على الإصلاح تقدم له على طبق الذهب، ولكن أيضا الأحزاب أنا أستغرب هناك واحترامي لبعض الأحزاب تتشكل وتعقد المؤتمر التأسيسي ثم تبعث عن له. هل هي يمين وسط ولا يسار وسط وهل هي وسط؟ هناك هذه المشكله ايضا في تكوين بعض الاحزاب وهو بعض ما اشار الدكتور حسن. النقطه الثالثه حكاها دوله رئيس الوزراء من المرات النادره
اللي يمكن ان اتفق فيها مع دوله بشر القصاوله امس ذكرت. انا ان الاوان لبعض من كانوا السبب في ازماتنا الاداريه والاقتصاديه والسياسيه ان يعودوا خلف النقطه الى الخلف. وشكرا جزيلا. مساء الخير. انا ابو شهيد الشيخ. يا ريت الاقي حزب يكون عنده برنامج يخليني انا ادور وراه، مش حزب ماخذ صيت معين ويضلوا يتفنى بامجاد الماضي. يعني انا بدي اشرع بالاحزاب واقصد حدا معين بتغنى كثير بامجاد الماضي، بس لما ننزل مثلا مسيره من سطح القدس بوسط البلد بنلاقيش منهم 300 واحد. وين الثقه للشعب اللي عندكم؟ يا ريت الحزب اللي بيقول انا قادر اني اخوض انتخابات وان الحكومه ما بدها تكبر بدها تكبر افواه، يوجه الحكومه انه احنا موجودين وقادرين انه احنا نسيطر على الوضع. ويا ريت نطلع من معادله الشطرنج وضيع التشغيل وتبديل الطواقي والضرب. شكرا. شكرا سيدي. مرحبا. متفائلين وعم بتشجعوا على فكرة الأحزاب. سؤالي بس عن جد لكل واحد فيكم، إنه أنتم مشتركين بأحزاب أو منتميين لأي حزب؟ وإذا شو سبب انتمائكم لهذا الحزب؟ والسؤال الثاني، بتشجعوا الناس اللي هي ما عمرها كانت حزبية زي أنا مثلا، أنتمي لحزب قديم عنده قاعدة شعبية عنده فكر حزبي، ولا أنتمي مع الأحزاب الجديدة اللي طلعت اللي هي زي ما حكيت سمي حاجة حزب الدولة أحزاب؟ بالنيابه عنكم، يعني ولا واحد فيكم في اي استاذ سوري؟ لا، في مشكله، مش يشاركون باي نشاطات سياسيه. طبعا في مشكله. ما وين الاحزاب؟ وين دورها؟ وين فكر الاحزاب؟ الاحزاب مش قرار، الاحزاب نحن عندنا قرارات ثانيه بدها تتطبق. الاحزاب تنشئ للشباب لجيل كبير، تنشئه وتربيه وروتين خلي يصير في حياتهم، بعدين بفكر بانتخابات وبقانون انتخابات جديد وكيف الاحزاب رح تشارك فيه. فجاه ما بين يوم وليله وضحاها بيصير عندنا قانون احزاب وبصير عندنا احزاب وبصير عندنا انتخابات. الامور يعني مش سهله ابدا. دكاكين، بضاعه، مخزن، المخزن غير في سكر مستودع، بعرفش كمان كان في رافعات وفي قطع الانشاءات موجوده هم مجلس اعمال لازم يصير اقتصادي مجرم. الفكره الاساسيه تفتح مصنع المنتج بعد كل هذا المنتج هل هو فعلا للتوطين الداخلي ام للتصدير؟ شكرا. حلو. تفضل سيدي. مصر أمين عضو المكتب التنفيذي لحزب حصاد. احنا كنا ان شاء الله متوجهين للانتخابات الرئاسيه القادمه والاحزاب الشكل الجديد والى اخره، ولكن ارى انه الفرص غير متساويه بين الاحزاب من ناحيه التمويل. يعني انا بقدر اسمي الاحزاب الجديده بعض الاحزاب الجديده هي احزاب راسماليه، والاحزاب القديمه والفقيره بنسميها والشعبيه الاكثر ما لها فرصه في التنافس مع الاحزاب الجديده. فشو راي الاخوان في هذا الموضوع؟ شكرا. الاحزاب اللي معها مصاري. طيب اخوان. سؤال سريعا لدكتور حسن استاذنا، هل قرات قانون الجرائم الالكترونيه؟ قرات قانون الجرائم الالكترونيه قبل اسبوع قبل يومين ثلاثه؟ اوكي، معناته التوصيف البسيط اللي طلع من حضرتك ليس سهوا، يعني انا توقعت من استاذنا ومن ما تجود به علينا وكونك مفوه انه يكون الخطاب اقوى من هيك، يعني حكيت انه تراجع. اي تراجع؟ اي تراجع؟ هذه انتكاسه. يعني عنواننا بيوتنا اليوم فرص الاصلاح السياسي التجربه الحزبيه نموذجك. بعد قانون الجرائم الالكترونيه لا في اصلاح ولا في نموذج ولا في فرص ولا في احزاب. يعني هذا ومن هنا اعلن موقف حزب العمال باولا نحن قادمون من اجل اجهاض هذا القانون عبر مؤتمرات صحفيه، عبر لوبينج اند ادفوكاسي اردني وعربي ودولي، عبر وقفات. وادعو كل الصحفيين والحزبيين الموجودين لمتابعه جميع برنامجنا القادم
في عملية الادفوكاسي اللوبينج في إجهاضه، كما كان لنا الصبر كحزب عمال في رد أكثر من نصف قانون الضمان الاجتماعي. احنا نعرف نعمل درسنا وندعو الجميع لمتابعة كل الحلقات التي سوف تعقد من أجل التكاتف لإجهاض هذا القانون المجحف الذي أعاد الأردن لعصور ما قبل. شكرا. أستاذ ليما. بحب دائما أعمل مشاكل مع الجميع، مع الأحزاب شوي شوي، مع الشباب شوي، مع الحكومة، يعني حسب مين بيكون على الطاولة. بس اليوم يمكن النقاش مختلف لأنه الشباب هي الحلقة اللي عم بتحاول كل الحلقات إنها تتهاوش عليها. فمنلاحظ انه اليوم الاحزاب عم تستغل الكتله الاكبر في المجتمع بطريقه، مع احترام الشديد لهم، بطريقه غبيه. يعني انت جايب اليوم الشباب كخزان، ولكن ما قدمته للمجتمع تتقدم الصوره اللي اليوم بنحاول احنا نسوقها لانفسنا كدوله اردنيه في 100 في المئة الثانيه لها، تنشوف انه الشباب هم قادرين على اداره المستقبل. المشكله كمان بيجوا نطلب من الشباب انهم يجوا على الاحزاب، وانا اليوم يعني ما بعتبرها رفاهيه انه يحكي بالسياسه الشاب، هو واجب عليه وجزء من حقه اليوم كمواطن في الدوله الاردنيه يحكي في السياسه، بس ما في مساحه ليحكي في السياسه. انا اليوم بنقمع في الجامعه وممكن تنسحب مني المنحه، لانه انا ممكن اكون تابعه لوحده من المنح العسكريه، كثير من عائلاتنا عم تدرس عن طريق المنحه العسكريه، وهذا جزء مع انه هي يعني انا اسفه للكلمه تلاعب قانوني من الخوف، عم بقول لك لا تشتغل بأي سياسة أو حزب سياسي معارض. تلقائي ما رح يكون في حزب سياسي معارض للنظام، لأنه كيف حصل على ترخيص؟ هاي في البند الأول. البند الثاني، أنت مجرد نشاطك عملت شؤون الطلبة دغري بتزتك على لجنة التحقيق وبتفصلك فصل وفصلين، وممكن تنطرد من الجامعة بسبب نشاطك السياسي اللي ممكن اليوم الأجندة السياسية للدولة الأردنية ما تتناسب مع النشاط اللي جاي من الجامعة. هذا في داخل الجامعة. إذا طلعنا لبرا بنسحب وبنزد في الحجز تحت الحاكم، قانون الحاكم الاداري. طب كيف اليوم احنا بدنا نتوقع من الشاب انه يجي وينخرط ويناقش ويكون في له موقف في السياسي؟ فالشيزوفرينيا اللي دائما بنشوفها بين الخطاب الرسمي والارض الواقع اظن هي اللي لازم نلاقي لها حل قبل ما نحكي اليوم احنا اليوم بمستوى حريات او مستوى شيء ثاني. شكرا. معنا علي الشمالي رئيس مكتب شؤون الشباب والثقافه الحزب الوحدويين. بس في سؤال للاساتذه والمحاضرين، يعني هو من شقين متلازمين. اولا، ما مدى ثقتنا بمخرجات الانتخابات البرلمانيه القادمه كحزبيين؟ طبعا بما يتوافق مع النظام المالي لدعم الاحزاب اللي قاعدين احنا نشوفه اليوم. احنا كاحزاب قاعده تنشا على الساحه جديد بحاجه لتمويل كبير. احنا فرضنا على الاحزاب هاي انها تلجا للمال السياسي بصوره اخرى. انا بجيب امين عام معاه مصاري، تلقائيا راح ينزل اول قائمه، والا بالتالي راح يسحب تمويل الحزب، وما والحزب ما يلاقي له تمويل كونه نظام الدعم المالي للاحزاب ما بمنح الاحزاب التمويل المالي الكافي، خاصه بالسنه الاولى يعني اللي احنا فيها. فما مدى ثقتنا احنا كناس بنالوا بالاصلاح او كناس مشاركة قاعدين بالعمليه الاصلاحيه واندمجنا بالاحزاب وانخرطنا بهي الاحزاب وقاعدين نفكر بفوز الانتخابات البرلمانيه القادمه كحزبيين، اذا انا راح بكره انحط امام خيار اني اضطر انزل شخص اول قائمه بسبب فقط بسيط انه الحزب ما عنده دعم مالي بحاجه انه يلجا لهذا الشخص اللي قد لا اكون مقتنع بايديولوجيته او ببرنامجه، هذا ان كان عنده برنامج. فما مدى ثقتنا احنا بهي المخرجات؟ احنا قبل ما نتغنى بان الحكومه فتحت المجال للاصلاح، ما مدى ثقتنا بمخرجات العمليه اللي قاعده تصير الان؟ شكرا يا سيدي. اعود مشاريع حتى بالضبط مبالغ فيها متطيره متضايقه. كان في مشاريع، كان في مشروع وطني ينزل الادرينالين في عروق الناس بحيث تطلع وتضحي وتقدم وتقعد 10 سنين في الجبهه مثلا، وهي ممتلئه بالفخر. هلا بتقول لك الحزب تعال نجتمع كلنا محفوظ، فعلي بدل مواصلات، بدي بدل مواصلات. هذا مثلا السؤال، وهذا مش سؤال للاحزاب فقط، مين للاحزاب؟ هذا سؤال للدوله الاردنيه، سؤال للدوله الاردنيه، شو مشروع الدولة؟
هذه المؤسسات وعين حيويين حيويين للحضور. انا في رايي الحكي كثير عن البرامجيه والبرامج والاحزاب البرامجيه ضيعنا سياسي، والمشروع اذا ما كان سياسي بامتياز انا بعتقد ما بيحرك ولا بيقدم ولا بيأثر بهذا المعنى. النقطه الثانيه يعني في هذا الموضوع، وهنا نرجع لقصة يعني الأحزاب العقائدية والأحزاب البرامجية في كل هذا الكلام، يعني أنا أعتقد هذا هذه النقطة يجب الانتباه لها. صار في تسخين للسياسي وللنخب السياسي وللحاكم السياسي وللحاكم الفكر وللحاكم النظريات، صار في تسخين، صار في تسخين بكل ما تعني هذه الكلمة. زمان كنا نباهي قديش أنت كاتب، أكم مقال كاتب، أكم دراسة عامل، أكم بيان نطلع، أكم كتاب قارئ. هل هذا كل ما يلقيني شايفه بمعنى ما؟ فالأحزاب اللي ما عندها مشروع أنا في رأيي مش حلو، وهذا مقاومة. نقطة ثانية يعني الحكي عن الحريات، أستاذ مراد، عن الحريات كمية للسماء، وهذا صحيح صحيح. بدك حريات مغننة بهذا المعنى، وبدك بهذا المعنى ايضا، مثل هذا الموضوع صحيح. الحفاظ على شرف صندوق الاختراع. الحفاظ على شرف صندوق الاختراع. ان اخطأنا في المرة القادمة في الحفاظ على شرف صندوق الاختراع، لن تقوم قائمة عملية اصلاحية من اي نوع في هذا البلد. نقطة اول السطر. وخلي الناس في حقك انت تدعم من تشاء من الاحزاب، تفضل من تشاء من الاحزاب، لكن في لحظه الاقتراع، في يوم الاقتراع، اثناء العمليه الانتخابيه، انا في رايي حياد الدوله، حياد الدوله بكل مؤسساتها امر مهم. شرف صندوق الاقتراع يجب ان يصان. سال احد الاخوان عن انفجار احزاب الوطن الجديده يعني في مراحل ثلاث، ومين قال انه هذا حالة ممكن تنفجر؟ من ارجح انفجارات في اوساطها، بس مش بدك هي الانتخابات الماضيه؟ طب ما اليسار ما قدرش ينزل مع بعض، ما اليسار راح بحث عن يمين يتحالف معاه بالانتخابات، مع اقصى اليمين يتحالف معاه بالانتخابات. هذه عقده، عقده سببها في الحقيقه خواء التجربه السياسيه الاردنيه في العشرين سنه الاخيره، تجهيد اللي تعرضت له التجربه السياسيه الاردنيه في العشرين سنة الأخيرة. التمويل يا أخي، التمويل يجب أن لا يكون مفسدا للحزب السياسي. التمويل يجب أن يكون مرتبطا بنتائج الانتخابات، والتمويل يجب أن يكون سخيا. إيش دولة رصدة 1.4 مليون دينار لكل الأحزاب السياسية؟ لك يا عمي ما واحد لحاله بقدر تحمل الانتخابات أكثر من ذلك، واحد لحاله. أنا مع السخاء في التمويل للأحزاب، ولكن بناء على معيار أساسي، نتائج الانتخابات. ليش؟ ليش؟ الحزب الأصل إنه بيمثل شريحة من دافعي الضرائب الأردنيين، وهذول من حقهم إنه جزء من ضرائبهم يرجع لحزبهم حتى يعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم بطريقة أعمق وبطريقة أفضل، مش مني للأمين العام ولا برستيج. هذا حق للمواطن الأردني تمويل الأحزاب. أنا هذا الحزب بيمثلني، أنا دافع ضريبي، جزء من ضريبتي بدي يرجع لهذا الحزب حتى يمثلني بشكل أعمق وأفضل. هذا اللي لازم يصير، ونبطل نشكي من حكاية والحزب اللي مش قادر يلم من قواعده ومن جماهيره ومن أعضائه، مش قادر يبدع إلى آخره بتأمين مصادره. أنا في رأيي ما يكبد عنا المشوار كله هذا. عمر، يعني خليني أوافق على نقطة التمويل بداية، أن التمويل بعد صناديق الاقتراع وليس قبله. هذه مسألة لازم نتفق عنها، ولا أحكي أنا وأخوي رائد العدوان قبلية بقول أصلا كل نظام تمويل الأحزاب ما بصير، أنا بكتب لك بعدين منك. خليني بس إذا سمحتوا لي تستحملني أخي مراد، تستحملني حزب العمال، تستحملني الخراب شيء. تعرفوا لما بسمع عن الانتقالات وال ترى وحياة الله وجهه. يعني بنحكي عن الاعتقالات وكأنه السجون ممتلئة وكأنه الزنازن ممتلئة وكأنه منقدرش نحكي. يا أخواني إحنا كمان زيكم عايشين بعمان، وشو بالله يعني إذا عنا 10-12 معتقل، مع إني
انه العشره ما تحسسوناش، ما تحسسوناش انه الدنيا يعني الكل فيكم بتسبب تحت الطاوله وفي ملاجئ ولسه في الملاجئ. لا ما فيش ملاجئ بالاردن، وسقف الحريات في الاردن سقف معقول ومحترم. هذا جانب. الجانب الاخر كمان خلونا نحكي بوضوح، انا مع قانون الجرائم الالكترونيه لانه في قله حياه وفي تطاول وفي مزاوله، لم يحميني لا مراد العضالي ولا حزب العمال. الان خلينا نتفق على ان هناك بعض العقوبات المغلظه تعال نحكي باللجنه القانونيه، ولكن لا لقانون قمع الافواه. من ايش تقديم افواه؟ ما انت يا اخوي يا شيخ مراد في فتره من الفترات على الفيسبوك حاولت تقمع الافواه لما كان عمر يكتب، كنت تفلت ذبابك الالكتروني واتباعك يلعنوا ابوي في عصا امي. طب خلينا نقف كمان، اقدر احاكمك. بزبطش كمان انتم بدكم كل شيء على قياسه. لا احنا لسنا دوله بوليسيه ولا احنا بنواخذ جمهوريه موز، ولا كمان الواقع الافتراضي في الاردن يعني واقع قمره وربيع والله قاعد تقرا هالبيانات. لا 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 عماني زي عمالك وحياتك. لا 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 وحياتك، اخر حبسه محبوسه بال 2006، وليست الاردن ليس بلدا قمعيا وليس بوليسيا. الان اللي بدوش يشتغل وبده يتحجج بالشغل شيء ثاني. هذا تمام تمام انا بدون اسماء يعني. بدون اسماء برد على بدون اسماء. طيب. احنا بدك اياه بدون اسماء. اثنين لا مش قانون احكام عرفيه، وانا مع قانون المطبوعات وقانون الجرائم الالكترونيه، ومن حقنا باللجنه القانونيه اذا ان راي نحكيها فيه. يا اليوم يا اليوم ماشي ماشي. انت حزب بدي اتخفيك وانت بدكيش تسمعي وجهه نظر مخالفه. يا هانيه انا مع القانون. ما تهتمي انا ما اعتنق. تفضلي يا ستي روحي رايو يا ستي رايو هو استاذ عمر. انا بدي اناقشك، انت مع قانون الجرائم الالكترونيه بقضه وقضيته كما ورد الان؟ لا. تمام. انت بتعرف انه في لجنه قانونيه واتفقنا اليوم نعمل مرافعه لتصويب الوضع، ولكن لدينا حاجه الى قانون جرائم الكترونيه. تمام. اول اثنين، احنا امرار بدنا السلطه تحمل بذور فنائها، بدنا نطالب السلطه تقدم لنا المال والدعم عشان ننقض عليها ونصير احنا السلطه. في سلطه يا اخوان تحمل بذور فنائها؟ شو هالحكي؟ انا هذا حكي نبوي. نبوي بدك هذا، بدك بشر الخصاوي عليه الصلاه والسلام. يا اخوان هذه حكومه بدها تقاومك وبدك تقاومها وبدك تباطح وبدك تاخذ، اما انا ما بقدم لك السلطه على طبق من ذهب. القضيه الثانيه الان النخب يا اختي تعالي اقعدي، انا مش زعلان، تعالي مش زعلان. الشغله القضيه الاخيره انه اليوم احنا بنقول السلطه جرفت وجرفت وجرفت. ألا نتفق أن السلطة هي التي قدمت النخب اليوم؟ أن إنتاجية النخب تبدأ من من جوه داخل السلطة؟ مش إحنا اللي جبنا الوزير على الجاهة وعلى العطوة وعلى العشاء وعلى الغداء، وأي وزير بنلاقيه بالشارع أقسم بالله بده أجندة لما يلحق علينا عشيات وغدايات؟ ولم نقدم نخبنا بالمقابل. خلونا نصارح بعضنا، إحنا كمان مش مجتمع نووي، إحنا كمان مجتمع يعني كمان الله يسهل علي عبد الرؤوف الروابي، امرار بنحكي بلغتين، امرار بنحكي باربع. شكرا. وصل حسن. شكرا جزيلا. هو الموضوع الان اللي اثار الجدل هو موضوع قانون الجرائم الالكترونيه. انا ايرانيا ضد القانون مش معه، بس ربما يعني احترام للذوق العام استخدم تعبيرات ملطفه، هو انتكاسه بكل تاكيد انا مش معه. لكن ايضا انا من باب الانصاف اقول في بالمجتمع الالكتروني في حريه، يعني نستطيع ان نعبر، نستطيع ان ننتقد بعض. هي الاستاذ عمر الان شن هجوما كاسحا على عليك وعلى غيره، هذا جزء من الحريه طبعا، هجوم مؤدب يعني مش معنى الاعتداء. فبالتالي القانون الجرائم الالكترونيه هي بالمسمار الاخير في نحو الديمقراطيه اذا تم تمريره بالشكل المعروف. هذا معروف. فبالتالي شوفوا احنا في دائما نتحدث عن الديمقراطيه واحنا في انفسنا في جوهرنا عرفيين بالديمقراطيه. يعني مثلا حتى حديث الاستاذ ايوه احكي بس ارفع صوتك. يعني خياركم في الجاهليه وخياركم في الاسلام وكانك تستكثر على اصحاب المعالي والعطف ان ينضموا في احزاب سياسيه، طول عمري ينادي ان يكون جزءا من عمليه سياسيه، خليهم يخشوا الاحزاب، خليهم يخوضوا التجربه. لماذا تقعهم هذا السؤال؟ يعني لماذا لا تريد لهم ان يكونوا جزءا من العمل الحزبي؟ فبالتالي
إذا كان هذا الحزب يقدم هذا الخطاب أنا بتقديري نحن في أزمة. إذا كان بالفعل هذا يعبر عن ما عن عن البنية الذهنية الموجودة في بعض الأحزاب في الأردن. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. مشكلتنا مو أنا دائما أقول مشكلتنا مع الحكومات معروفة، لكن أيضا مشكلتنا مع الذين يطالبون أن يكون مكان الحكومات مكان السلطة أيضا مشكلة كبيرة جدا. ديما سألتي هل نحن جزء من الحزب؟ لا، أنا مش إذا سألت لماذا أنا لا أريد أن أكون حزب عشان أكون مستقل واحد زي ما بدي. الحزب يعني التزام، الحزب يعني أيضا عمل تطوعي وطبعي، وأنا ما عندي استعداد لا أعمل عمل تطوعي ولا أطبعي. هو عن جد يعني الحزبي ترفع له القبعة ترفع له القبعة، مش إنه يعني أنا أتعثر يعني لذلك لا أريد. أنا أريد أن أتحدث ولا أتحمل مسؤولية أبدا. شكرا. مثل الذين يحكمون يريدون أن يحكمون دون أن أتحمل مسؤولية. أنا جاوبت على موضوع الجرائم الإلكترونية. في أحد بس نفس السؤال عن تعيين رئيس وزراء يكون أمين عام، شو المشكلة؟ أنا مش فاهم شو المشكلة. ما هو يجيبوا رؤساء وزراء يعني بوس ألن هو اللي حدد مين رئيس الوزراء في الأردن، يعمل تيبل لازم في يعني تشيك ذا بوكس إنه يكون كذا وكذا 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 وكذا، بعدين ينطبق على واحد مفصل تفصيل. طب شو المشكلة يكون أمين عام حزب؟ تجربة. شكرا. أنا أعطيك دقيقة بس أنا أتابع بالاسم عشان ما نتجادلش. لا أنا منحاز، لا عمر ولا لا أنا معي حساب مراد، مش مشكلة عرفت علي. بس أنا بدي أقول إحنا 89 ليست بعيدة، كنا جايين من أحكام عرفية، كان في تجربة برلمانية مهمة، كانت 80 مقعد، كانت المعارضة جابت حكومة عبد السلام بالواسطة بدعم المقول له الملك 41 بمعنى عزمهم الملك حسين على الحضور للتجمع الديمقراطي عشان يوعدوا ثقة، ووزعوا الأصوات ما بينهم بين حجب وامتناع وتعيين. ما كان في خطر على الدولة الأردنية، الدولة الأردنية ليست دولة أردنية حتى وإن كان هناك معارضة حقيقية. ما لا يوجد مشكلة. أعتقد أنا شخصياً مع دعم العملية الحزبية شو ما كان، زي ما حكى عريض، شو ما كان حكى حسن، حكى هذا، نجحت إحنا مستفيدين كدولة، فشلت بدنا نصوتها لأنه ما عندنا خيارات، وصلنا الحيط. بمعنى شو عندنا؟ ضل عندنا لازم ندخل بهذا المسار لأنه كل العالم ماشي بهذا المسار. عندنا ملاحظات كثيرة؟ نعم عندنا ملاحظات كثيرة. بآخر نقطة، قانون الجرائم الإلكتروني أنا ما حكيته لأنه هذا موضوع متخصص نستطيع أن نفرد وسنفرد له حديث، ولكن قضيتي العالم لا يضع على حرية التعبير عقوبات الحبس والتوقيف، بس عشان نحكي في العالم يعني مش بس في الأردن، كل العالم هذه جرائم الكلام لازم يكون عليها اللي هي موضوع التعويض المدني، ولكن أيضا تغليظ العقوبات لصالح الخزينة. أنا بفهم إنك أنت تأخذ تعويض مدني، أنت انسبيت تأخذ 100,000، أوكي، بس الحكم يكون بكلتا العقوبتين 3 سنين سجن و50,000 ما صار صراحة، لذلك أو 40 أو 20 أو 10 أو 50. ولذلك لنا جلسات في هذا الموضوع دقيقة أو أقل من دقيقة. قانون جرائم الحقيقة يريد إنه يسكت الناس. اليوم صار الرأي العام أحد أدوات الضغط اللي المجتمع بيضغط فيها. طبعاً لما أنت تتكلم بكلام خلاف لإرادة الشرع الأردني طبعاً يعارضك ويخالفك ويحاسبك، ولما تكون موقف المسؤولية العامة مين مكان يكون الشعب يحاسبه. واللي بتطلع للعمل العام كان وزير ولا نائب ولا بده يصير صاحب موقع عام بده يتحمل ردة فعل الشارع والرأي العام، ويتحمل حتى بنسبه العالم الغرب بنسب بوجهه وما بروح بحول على جرائم الإلكترونية وعلى السجون. الحقيقة
الحقيقه لا التغريبات اللي بالمناسبه الجرائم الإلكترونية اخطر من عندنا اخطر من عندنا اعمل لجنه اعمل لجنه كيف القضيه الاخرى لا في لا مش احنا ولا احنا قاعدين في قضيه لا الحقيقه انا اليوم بعد مذكر رئيس الوزراء ثلاثه من الشباب اللي حضروا اعتصام السويد هي بعد بعد مقرات اسبوعين ممنوع المحاكم يصيروا يشوفهم يحكي معهم شو التهمه من التهمه كيف يعني انا لما يومي بيجيني ضغوطات على اعضاء الهيئه ما شك حزيني صديقكم شو معنى السفارة يعني هذا مش 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 وإذا كانت حزن يعني طاقة بيت الدنيا وحتى إحنا متحملين أضعاف أضعاف التي تراه الأحزاب يومي إحنا يومي هذا قصة يومية أنت شكرا نظام خلصنا نروح الربع يعني لا الحقيقة أنا بتكلم عن إجراءات على الأرض ولذلك الحريات يسمع الفكرة يا أستاذ شكرا لكم اشكر الجميع وادعيهم في صناعه القهوه شكرا لكم.